مرحبا، معكم مجدة نصر الدين. اليوم رح نتعلم نرسم زهرة الخزامة اللافندر. اوكي، زهرة مهضومة معروفة بلونها الحلو اللي هو الليلكي. اوكي، انا طبعا طبعت صورة لحتى تكون مثل مرجع لإلي لانه ما عندي الوردة الاساسية. اوكي، هلا رح نبلش ندرس، يعني نعمل مثل دراسة للشكلة. طبعا بتجي هلا رح شد ايدي انا، حضراتكم ما تشدوا ايدكم اذا بدك تعملوا هالخطوات، انا عم شد ايدي لحضرتكم تشوفوا. اوكي، مثلا انا هيدا الشكل تبع الساق تبعها. اوكي، اكثر البتلات مركزين بهالمنطقه اذا لاحظتوا، اذا يعني عم نعمل دراسه مثلا لهي الزهره او لاختها. اوكي، وعندنا هون بيجي شيء بيجي، يعني نحن بنصير نعمل مثل تحليل للشيء اللي عم نشوفه. اوكي، هلا باخذ انا مثلا هيدي مثل جايد لاين لإلي وببلش. عادة البراعم تبعها بيكونوا بهالشكل، او صغار كتير او شوي اكبر، ممكن يكونوا هيك مبرومين برم. اوكي، ممكن يكونوا ثلاثة مع بعض حد بعض، ممكن تكون مثلا وحدة منهم مفتوحة اكثر من الثانية. اوكي، بس دايما يعني هن مجموعين بيعملوا لنا هذا الشكل. اوكي، هلا اذا انا بدي اقعد، يعني اول شيء طبعا الفوق رح يكون البراعم اصغر طبيعه الحال، يعني انا بحاول طبق هودي الاشكال على هذا الساق لحتى يطلع معي الشكل اللي انا عم بطمح له. اوكي، بشكل بسيط وسريع، ما بدها كتير، يعني هي الفكرة تبع اللافندر اللون أكتر. هلأ نحن كمان فينا نرسمها، ممكن هلأ كمان أعطيكم فكرة كيف ممكن نرسمها بلا، يعني كيف ممكن دغري نلونها. أوكي، بدون ما نفوت بالرسم بالرصاص، يعني هيدا الفيديو خلينا نعتبر أنه هو دراسة عن اللافندر. هون إذا بتلاحظوا الورقة تبعها قديش بسيطة وناعمة، ما بدها يعني مش معقدة ورقتها. اوكي، بتجي بهالشكل، هيدا الشكل اللي نحن عم نطمح له. اوكي، تقريبا هيك. هلا اذا بدي اعمل دراسة للون، اوكي، باخد طبيعة الحال هو الاساسي هو البيربل. هلا شوفوا الفرق بين هيدا البيربل اللي عم حطه هون والبيربل الثاني اللي حده. هيدا البيربل دخل له ماجنتا اكثر، وهيدا البيربل دخل له ازرق اكثر. هن اثنيناتهم بنفسجي، بس كل واحد خلطه شكل. اوكي، فانا تقريبا هودي الالوان اللي بدي هن. عندي هيدا اللون اللي هو البنفسجي الغامق، عندي هيدا اللون اللي هو البنفسجي الفاتح. طبعا بصير بطبقهم نفس الشيء، كمان بفوت شوية ازرقات حتى لو ما شفتهم، بحاول انا اتفنن باللون. اوكي، تقريبا هاي الباليت تبعي بالنسبة للزهرة فوق. اوكي، بالنسبة للورق ناخذ الأخضر. هون الأخضر أنا خلطت معه شوية أوكر لأنه هو مش أخضر أخضر اللي نحن بنعرفه، بيكون بهالشكل هيدا. أوكي، ومنفوت له ممكن شوية ألترا مارين لنغمقه شوي لنعمل مناطق غامقة شوي. أوكي، هاي البلد تبعنا، هيدي الزهرة تبعنا. هلا رح نبلش لنفرض انا بدي لون هيدي الزهره اللي رسمتها، باخذ بهالشكل السريع. تقريبا هيك، برجع باخذ البيربل الاغمق. لاحظوا كيف حركتي سريعه.
حاول اخذ شويه ازرق. انا بحب فوت الازرق لما يكون في الموضوع بيربل، لانه الا ما يكون في مناطق لون ادفى. لاحظتوا هيدا اللون اللي انا عم بطمح له. باخذ شويه بنفسجي افتح، بحاول غسل ريشتي بالمي، بس بحاول طلعهم بهالطريقه لاعطي انطباع انه هي مكبسه. اوكي لاحظوا عم باخذ هون شويه احمر، ومش احمر، ماجنتا. دايما نجرب اللون. هلا هو هيدا اللي بيعطي على زهر. اوكي بشوف انه انا بحاجه له ولا لا. ممكن فوتو شوي هيك. هيك ليصير عندي غنى، لانه الورده مش كتير يعني هي غنيه بالالوان، بس انا لحتى بشكل فني يعني بحاول انا اتصرف اعطي انطباع انه الورده اغنى من ما انا عم شوف، لانه دائما احساسي اللي بيشتغل اكثر من عيني، يعني بخلي كمان الحريه لاحساسي يشتغل. اوكي رح اخذ شويه ازرق، هيدا الازرق اللي حطيناه هون. هلا هون انا عم بتعمد انه لوني مش ناشف، اوكي، لحتى يفوتوا الالوان ببعض وتتكامش الورده وتصير عندي. لاحظوا شو مهضومه طلعت. هلا طبيعه الحال بدي اعمل الاخضر تبع الساق، باخذ هيدا الاخضر بشكل سريع بفوته على الزهرة تبعنا. حسوا رح اخذ شوية اصفر حتى يصير عندي تدرج بالخضار لحتى ما نطلع لون واحد. مثل ما قلنا هو احساس الفنان او احساس الشخص اللي بيكون عم يرسم كتير بيلعب دور بالرسم، لانه خصوصي بالالوان المائيه لازم يعني تكونوا هيك عايشين للحاله لحتى تقدروا تعطوا حقه لهيدا الميديوم اللي هو الالوان المائيه. اوكي تقريبا بهالشكل. ممكن انا مثلا شوفوا هلا رح اعملكم طريقة تانية رح يطلع معي نتيجة مشابهة بدون رسم. اوكي فينا بس دغري ناخد الاخضر بلش بالساق، افترضنا هود الورق. وهلا دايما رح اعتمد هيدي الباليت لحتى ارسم زهرتي. اوكي هلا انا ما رسمت بس عم حاول باللون اتصرف. لاحظوا مجرد ما احط شوية الوان ببين شو عم برسم. تقريبا هيك باخذ البيربل الاغمق. لاحظوا كيف لانه كانه عم بستعمل تقنيه وات اون وات، لانه بعده اللون الاساسي اللي حطيته ما نشف، فاللون الاغمق بيمشي وين ما في مي، وين ما في لون، وين ما في يعني رطوبه بالورقه بيمشي اللون الثاني. لاحظتوا
انا بدي انوه لشغله انه انا اصلا عم خلي الدروس سهلين مبدئيا، لانه بدي اياكم تفوتوا بالووتر كالر وانتم مرتاحين وعندكم ثقه انه رح تقدروا ترسموا معي. اوكي، وشوي شوي رح نصير نصعب الدروس. اوكي، عشان طبعا ما بدي يعني من الاول نبلش صعب وتحسوا انه لا والميديوم صعب وما بدنا نرسم بقى اوكي. شوفوا عيني نقلت انه هون اللون واحد، فحسيت انه لازم اتصرف. لاحظتوا هلا هيدا اللون مثلا، انتوا اذا طلعتوا بهيدي الورده يمكن ما تشوفوه، بس نحن من يعني بنتصرف باحساس مع الالوان المائيه، بنشوف نحن كيف بنحس. لاحظوا هون مطرح ما في مي عم يمشي اللون لوحده. اوكي، ممكن اعمل هون كمان شويه براعم، بدي احط شويه فاتح حتى اعطي انطباع انه الشمس ضاربه على اول. اوكي، يعني هيدي الشغلات بتصيروا انتم تحسوا فيها وتتصرفوا فيها لما تتمكنوا من الاشياء. لما نرسم كتير بنصير نحن عندنا احساس بالاشياء حتى لو ما شفناها. اوكي، عندنا هون خلينا نعتبر عندنا ورقه ثانيه، حستعمل شويه اصفر. اوكي، تقريبا هيك. هلا انا اذا بدي مثلا اعمل شويه ورق، هون الاخضر انا عم حطه لانه هو كل برعوم فيها اخضر بس بشكل عام ما ببينه. اوكي، لاحظته هيدا الاخضر اللي رسمته، رح فوت له هلا شويه براعم كمان اعطي انطباع انه كانه وحده اصغر بعدها عم تطلع. البراعم بيكونوا تبعها اغمق واصغر، يعني هيدي اذا فيكم تطلعوا هلا اول ما تطلعوا بتقولوا انه هيدي لافاندر، هيدي رسمناها برصاص. هلا هون رح ارجع شوي اعمل شويه غوامق اعطي اكثر مصداقيه للون تبعي، لانه بقلبها لازم يكون اغمق شوي من الاطراف تبعها. اوكي، لاحظتوا هيدي زهره اللافاندر. هلا اذا انا بدي اعمل مثلا تكنيك ثاني اللي هو ويت اون ويت، بلش رح نعمل زهرة بسيطة عشان ما نعقد كتير الأمور. حطيت شوية مي. أوكي، هون عبارة عن الزهرة تبعي يعني المطرح ما رح يجوا البراعم. أوكي، إذا أخذت أنا ريشة وحطيت فيها، لاحظوا هلا كيف اللون رح يمشي مطرح ما في مي. أوكي، بهالشكل. طبعا هلا هيدا مش بيربل، هيدا أزرق اللي أنا بحس إنه هو يعني بطريقة ما فايت بالموضوع بخلفية الوردة إذا بتكون، بس لحتى أنا أغني زهرتي مش حط بس لون واحد واطلع فيها لقيها كأنها يعني فلات. أوكي، ما بدي، يعني هو هيدا جمال الألوان المائية إنه أنتم فيكم تتصرفوا كيف ما بدكم. هلا شوفوا مجرد ما أنا حطيت هالتاتش اللون صار عندي تقريبا تصور لشكل الزهرة، صح؟ هلا باخذ شوية بيربل الافتح اللي فيه ماجنتا اكثر ما اتفقنا، كمان بلش يعني بيكون انا بال اذا يعني حتى يعني ممكن يكون عندي صوره كمرجع وممكن كمان انا اكون بعرفها للزهره هي مخزنه بالذاكره تبعي بالذاكره البصريه، فكمان برجع لها انا وعم بشتغل. اوكي، ناخذ البيربل الاغمق شوي. لاحظوا هلا تدرج اللون اللي عم يطلع والاطراف تبعها بيكونوا كانه رف، يعني مش مهذبين يو نو، لانه هي هيك بالطبيعه بتحسوها انه يعني رغم نعومتها ورغم جمال ريحتها بس بتحسوها اطرافها هيك خشنه شوي. لاحظوا هذا الاحساس،
تقريبا هيك، شوية ألترامارين، أنا بتمنى تكونوا جبتوا الألوان المائية وبلشتوا ترسموا معي، وإن شاء الله قريبا بتوقع تبعتوا لي صور، وشكرا للي بلشوا يبعتوا لي صور، وأكيد إن شاء الله رح نكون بالفيديو الثاني سوا. هون هلا رح أرسم هاي ورقتها، هاي ورقتها، وهون حرجع اعمل عرق تاني بعد ما رسمت الساق. اوكي، لاحظتوا الموضوع بسيط، بده هيك تروقوا تحسوا بالاشياء، تحسوا باللون حتى لو ما شفتوه. الالوان المائية كتير بتعتمد على الاحساس. اوكي، ممكن نطلع من هون اخضر شوي. اوكي، هلا هون انا تعمدت لحط كمان لنشوف شو استعملنا بالباليت تبعنا اخضر. اوكي، يعني عم نحاول نعمل دراسة للشي اللي عم نسويه، فيكن انتو تنقوا اي شكل وترسموه مثل اللوحة. اوكي، انا عم حاول بالدرس الواحد، يعني لحاول بالدرس الواحد وصلكن اكتر من فكرة، وانتو بتختاروا اي طريقة بتعجبكم، بتحبوا ترسموا وترجعوا تلونوا، بتحبوا بس تلونوا، بتحبوا هاي طريقة الويت اون ويت. هلا طبعا الويت اون ويت مجرد ما ترسم برجع بفوت بشوية، مش مجرد ما تنشف برجع بفوت بشوية تفاصيل. اوكي، حتى ممكن هون انا فوت شوية اخضر. لانه مثل ما اتفقنا انه البراعم فيهم اخضر بشكل عام ما ببينوا، بس اني فيهم كمان اخضر. اوكي، هاي الورقة تبعها بنظبطها شوي. هيدا درسنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وان شاء الله تكونوا استفدتوا، واي سؤال انا حاضرة، واي طلب كمان لزهرة من الزهور، لرسمة، لاي رسمة انا حاضرة. ضلوا مبدعين وضلوا بخير، وان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. باي.